Hello everyone، تعلم اللغة الإنجليزية للمبتدئين Part 37، ولمتابعة الأجزاء السابقة بالترتيب سوف تجدها في كورس كامل ولينكه في صندوق الوصف. كيف تقول باللغة الإنجليزية كما تريد، كما تتمنى؟ As you wish. As you wish. As you wish. كما تريد، كما تتمنى. اشترك بالقناة ليصلك الدروس القادمة، ولا تنسى وضع لايك على الفيديو. Let's complete together. كيف تقول باللغة الإنجليزية لا تقلق؟ Don't worry. Please repeat after me. رددوا من بعد الكلمات والعبارات لتنطق النطق الصحيح للغة الإنجليزية. Don't worry. Don't worry. لا تقلق. Don't worry. كيف تقول باللغة الإنجليزية على الأكثر؟ At most. At most. At most. At most. At most. At most. كيف تقول باللغة الإنجليزية تمتع بوقتك؟ Have a good time. Have a good time. Have a good time. Have a good time. تمتع بوقتك. كيف تقول دعني لوحدي؟ دعني بمفردي. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. دعني لوحدي. دعني بمفردي. Leave me alone. كيف تقول أراك ثانية؟ See you again. See you again. See you again. أراك ثانية. ولمتابعة كورس تأسيس قواعد اللغة الإنجليزية سوف تجد لينكه في صندوق الوصف أيضا. كيف تقول باللغة الإنجليزية نوما هادئا؟ Sleep well. Sleep well. Sleep well. نوما هادئا. Sleep well. Sleep well. كيف تقول باللغة الإنجليزية كم هو مثير؟ How exciting. How exciting. How exciting. كم هو مثير. Please repeat after me. رددوا من بعد الكلمات والعبارات. كيف تقول باللغة الإنجليزية على الأقل؟ At least. At least. At least. على الأقل. ولمتابعة كورس محادثات للمبتدئين لتعلم تحدث الإنجليزية سوف تجد هذا الرابط في صندوق الوصف أيضا. كيف تقول باللغة الإنجليزية أطيب التمنيات؟ Best wishes. Best wishes. Best wishes. Best wishes. أطيب التمنيات. Best wishes. كيف تقول باللغة الإنجليزية ليس بالأمر المهم؟ It is not. Nothing.
It is nothing. It is nothing. ليس بالأمر المهم. It's nothing. It is nothing. كيف تقول باللغة الإنجليزية إنها غلطتي؟ It is my fault. It is my fault. It is my fault. إنها غلطتي. It is my fault. لم أقصد ذلك. كيف تقول باللغة الإنجليزية؟ لم أقصد ذلك. I did not mean it. I didn't mean it. I did not mean it. لم أقصد ذلك. I did not mean it. I did not mean it. كيف تقول باللغة الإنجليزية أعذرني للحظة؟ Excuse me for a moment. اعذرني للحظة. Excuse me for a moment. Excuse me for a moment. اعذرني للحظة. تقول باللغة الإنجليزية هذا يسعدني. It makes me happy. كيف تقول باللغة الإنجليزية هذا يسعدني؟ It makes me happy. It makes me happy. هذا يسعدني. كيف تقول باللغة الإنجليزية لنبقى على اتصال؟ Keep in touch. لنبقى على اتصال. Keep in touch. Keep in touch. لنبقى على اتصال. Keep in touch. كيف تقول اعتبر نفسك في منزلك؟ Feel at home. Feel at home. Feel at home. Feel at home. اعتبر نفسك في منزلك. كيف تقول باللغة الإنجليزية أعذرني لتأخري؟ Excuse me for being late. Excuse me for being late. أعذرني لتأخري. Excuse me for being late. كيف تقول باللغة الإنجليزية آسف لجعلك تنتظر؟ Sorry for keep you waiting. 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 كيف تقول باللغة الإنجليزية في خدمتك؟ At your service. At your service. في خدمتك. At your service. At your service. في خدمتك. At your service. Thank you for watching and goodbye.